فالبنتين الضعفاء دول فلما رجع للسيد حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلم السيدة عائشة قالت له فقال لها عشان التمرة دي قال لها ايه؟ لقد حجب الله عن هذه المرأة النار وأدخلها الجنة بسبب التمرة. عشان البلحة اللي خدتها من عليك عطلة البنتين دخلت الجنة. أمال اللي طلع البلحات يروح فين؟ لما دي هالسائلة هتدخل الجنة عشان فضت البنات عليها. أمال اللي طلع الصدقة لا يروح فين؟ الصدقة يا إخوانا تصدقوا النهارده. لما طب الفقير يقول لك أنا ما عنديش يا عم الشيخ وعملت صدقة وأنا فقير ما عنديش حاجة. تعالوا شوف حبيبك النبي قال لك يا سيدي. قال كل معروف صدقة. تميط الأذى عن الطريق صدقة. تعدل بين اثنين صدقة. تصلح بين اثنين صدقة. كل حاجة تعملها. قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم ويتصدقون من فضول اموالهم، واحنا ما عندناش اموال نتصدق بها. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي قطع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا زوجته أو شهوته ويأخذ عليها أجل؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام ألم يأخذ عليها وزرا؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. الواحد فينا يراجع زوجته ويلمع زوجته وياخذ ثواب؟ قال له أيوه هياخذ ثواب. هياخذ ثواب. لو حطها في حرام مش هياخذ ذنب؟ قال له أيوه. قال له كذلك كل مضاجعة مع الزوجة بتاخذ ثواب. ما هو زي واحد بيحصل تمنى تقول له ايه رايك ما تيجي ناخد ثواب؟ عارفين هو ده الثواب العظيم. كل تحديد كل نصيحه بتشكر فيها ربنا صدقه. فما تخافش تصدق. ما معرفش تقعد على المصليه بتاعتك يا عم وتصدق بالتسبيح والتحميد الكريم. زي بعض اللي طولت عليكم سامحوني بس هو الحوار خد والكلام كتير عن الصدقه. فسامحوني ان اطلت عليكم. اسال الله جل في علاه ان يكتبنا عندهم الذين يخرجون فيتصدقون فيصدقون فيؤجرهم بالمولى جل وعلا. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تتقبل منا صيامنا وتتقبل منا صلاتنا وتتقبل منا صدقاتنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حافظ على جيشنا وحافظ على شرطتنا وحافظ على حكومتنا ورئيسنا وقائدنا وشعبنا وحافظ على ديننا وارضنا وسمائنا يا رب العالمين واحفظنا من كل سوء يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم والصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين.